بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حالة اليوم معانا أداة طحان، وهي تحتوي على مادة عالية اللزوجة تعمل على تسهيل حركة المفاصل بسهولة وليونة، وهي تستخدم في حالات خشونة والتهابات المفاصل وتخفيف الآلام الناتجة عن احتكاك المفاصل ببعضها. الجرعة حقنة واحدة كل أسبوع أو حسب إرشادات الطبيب. العبوة سرنجة واحدة. سعر العبوة 259 جنيه، مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.